بس شوفوا شوفوا ما شاء الله تبارك الله. شيء هلا والله سهلة. كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله اموركم زينه. اسمعوني، اهم شيء في السفره انه يكون في شيء بروتين عالي بروتين. الطبخه هذه عالي بروتين وعالي شيء ثاني، بس انها يا اخي عشان النكهه وعشان الطعم. بتذوقون شيء او معليش قصدي بتشوفون شيء جميل واذا سويتوها بتذوقونها بعد. اول شيء عندي ببدا فيه اللي هو قلي البطاطس، هذا اول شيء نبدا فيه لين يطلع معي تقريبا زي كذا، شايفين؟ سيبي له شوي لين يصير لونه ذهبي شوي. طبعا اول شيء ببدا فيه البصل عشان الحمس، كمية بسيطة. نبدأ ننزل الدجاج. طبعا الدجاج هذا طبخينه فيه موية معها هيل، بس نبغاه ينطبخ شوي على طول ننزل عليه، بعدها على طول نبدأ ننزل بهاراتنا معه. شايفين؟ كل انواع البهارات ننزلها مع الدجاج والبصل وبرضو الملح. في النهاية نزل شوي من السمار، شوي مو كله. طبعا الحين في النهاية بعد ما خلصت اضفت كمية السماق اللي نبغاها عشان ما تحترق على طول مع الحمص. طبعا عندنا هنا الكريمة، نزل معها الجبن، نزل معها القشطة، كله مع بعض. بعدين في النهاية نحط شوي من الطحين. خلاص كذا كله مع بعض تسوي المكس. نبدأ ننزل عندنا حبات البطاطس، طبعا على حسب تبغى تكثر تبغى تحط شوي انت رايك. شايفين؟ بعدها نبدأ نقول بسم الله ننزل الدجاج. طبعا الكمية اللي انت بالطريقة هذه. خلاص نبدأ ننزل الصوص اللي سوينا مع بعض، شايفين؟ بالطريقة هذه يكون من فوق. هذا الصوص اللي سويناه مع بعض. في النهاية لازم تقفلها بالجبن، كمية هذه كلها. خلاص على الفرن. بسم الله، تجربة على طول معكم، على طول نجربها معكم. طبعا حارة بس شوفوا شوفوا ما شاء الله تبارك الله. شيء شايفين؟ شيء جميل صراحة ما شاء الله. تجربة سريعة، شوف كيف طالع الدجاج فيها مسماق.